بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مدينة تسمى إنتربرايز في ولاية ألاباما في الولايات المتحدة الأمريكية، هنالك نصب تذكاري غريب يقع في وسط المدينة، وهو عبارة عن امرأة تمتد يداها عالية فوق رأسها وتحمل بين يديها حشرة ضارة هي خنفساء القطن. هذه الحشرة إذا ما أتت على محصول القطن فإنها تفسده بالكامل. وقصة هذا النصب التذكاري الغريب أنه قبل 100 عام بالضبط كان هنالك في سنة 1920 هجوم من هذه الخنفساء على محاصيل القطن في كثير من الولايات الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية، في ألاباما، في فلوريدا، في كانساس، في ميسيسيبي، في جورجيا، وكثير من حولها من هذه الولايات. وهذه الخنفساء قضت على محاصيل القطن بالكامل، ولكن هذه المدينة الصغيرة في ذلك الوقت إنتربرايز كانت معتمدة كليا على زراعة القطن. فماذا كانت النتيجة عندما أتت هذه الخنفساء على المحصول بالكامل؟ كانت النتيجة أن سكان هذه المدينة خسروا كل مصدر للعيش، وكثير منهم أعلن إفلاسه، عائلات تفككت، يعني كانت مصيبة كبيرة. واجتمع بعض المزارعين وفكروا كيف يستطيعون القيام على أرجلهم مرة أخرى، وفكروا بأن يستبدلوا القطن أو زراعة القطن بزراعة الفول السوداني، يعني خطرت هذه الفكرة. فماذا كانت النتيجة؟ في العام الأول تضاعفت أرباحهم، وفي العام الذي تلاه الأرباح ارتفعت بشكل كبير، ويعني بعضهم فكر أن يصنع من الفول السوداني زبدة، هي زبدة الفول السوداني التي هي مشهورة جدا في هذه الأيام، ويعني صارت الثروات تأتي على سكان هذه المدينة، مدينة إنتربرايز، وهو بسبب أن محصول القطن قضي عليه في عام 1920 وفكروا باستبداله بالفول السوداني. ولذلك لكي يعبروا عن امتنانهم وعن شكرهم لهذه الحشرة جعلوا لها نصبا تذكاريا. والسبب الذي أذكر فيه هذه القصة أن الله سبحانه وتعالى يقول لنا، يخاطبنا، يعدنا بقوله جل من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك في هذه الأيام التي كثر فيها الهم والغم عند كثير من الناس، والبعض يعني وصل به حد التشاؤم إلى أنه أو أنها يعني لا يأملون خيرا بعد انتهاء هذا الوباء، والبعض يعني صار يعني سوداويا في تفكيره وفي حياته. يعني أذكر هذه القصة فقط لكي نعلم بأن خنفساء غيرت مجرى التاريخ لسكان هذه المدينة. ولذلك فيروس صغير كما الخنفساء إن شاء الله سيغير إلى الأفضل حياتنا بإذن الله. ولكن تأملوا بالله خيرا،
تأمل إنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون، ونحن مؤمنون، نحن يعني نتمسك بحبل الله المتين ونقول يا الله نسألك، إن لا نسألك رد القضاء ولكننا نسألك اللطف به يا رب العالمين. وآخر ما أريد أن أذكره هو عود على بدء وأذكر نفسي وإياكم بقوله جل من قائل: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.